السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في تمرين في المعادلات، وهو موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا نبدأ بأول معادلة. إذا عندنا واحد المعادلة هنا، عندي جوج ديال الطرق، إما غادي ننشر، غادي ندير النشر وبالتالي غادي نلقى معادلة من الدرجة الثانية، وهنا ممكن نلقى شوية صعوبة أنني نلقى الحل ديالها، أو نقلب على شي معامل مشترك. دونك هنا عندنا ثلاثه الحدود، هذا الحد الاول وهذا الحد الثاني وهذا الحد الثالث. اذا كنشوف واش عندي شي عامل مشترك ما بين هاد الحدود. اذا كيبان اكس ناقص 2 كاين هنا، اكس ناقص 2 واكس ناقص 2. اذا ممكن نعملو باكس ناقص 2. اذا هنا اكس ناقص 2 وكنفتح القوس. اذا الحد الاول عملنا بإكس ناقص 2، إذا كيبقى لنا إكس زائد 1. في الحد الثاني عملنا بإكس ناقص 2، تيبقى لنا ناقص 3X. وفي الحد الأخير عملنا بإكس ناقص 2، كيبقى لنا العدد 1 تساوي 0. إذا كنبسطو الكتابة، إكس ناقص 2 عندنا إكس ناقص 3X هي ناقص 2X، 1 + 1 تساوي 2. إذا لقينا واحد الجداء تساوي 0، إذا واحد فيهم تساوي 0، إذا ناقص 2X + 2 كتساوي 0، أو إكس ناقص 2 كتساوي 0. وبالتالي ناقص 2X، إذا كنديو ناقص 2 للطرف الثاني كترجع، كنديو زائد 2 كترجع ناقص 2، وكذلك هنا كنديو ناقص 2 للطرف الثاني كترجع 2. إذا إكس تساوي ماذا؟ ناقص 2. إذا هنا عندنا ناقص 2X، يعني كاين واحد الجداء، إذا كنقسم على ناقص 2. ناقص 2 على ناقص 2 تساوي 1، أو إكس تساوي 2. إذا 1 و 2 هما حل هذه المعادلة. الآن المعادلة الموالية، إكس مربع ناقص 4 ناقص إكس ناقص 2. إذا كذلك هنا غنحاول نقلب على عامل مشترك. إذا الحد الأول غنعتبره هو هذا، وهذا الجزء، هذا الجزء الأول وهذا الثاني. إذا نحاول نقلب على شي عامل مشترك بيناتهم. إذا هنا شنو غادي ندير؟ كنشوف هنا هاد إكس مربع ناقص 4 عبارة عن متطابقة هامة، يعني هي على شكل إكس على شكل أ مربع ناقص ب مربع، إذا اللي كتساوي لنا أ ناقص ب عامل أ زائد ب. دونك هنا عندنا إكس مربع وربعة، كذلك يمكن لي نكتبها على شكل عدد أس 2، إذا هي 2 + 2. إذا حنا لقينا التعبير ديال المتطابقة الهامة، ناقص إكس ناقص 2، هادي مغاديش نتكلم معاها. إذا غادي نحاول نكتب هاد التعبير هذا على شكل متطابقة هامة. إذا شنو هو؟ هو أ ناقص ب عامل أ زائد ب. إذا إكس ناقص 2 عامل إكس زائد 2 ناقص إكس ناقص 2. أنا يمكن لي نضرب في الواحد باش منعمل، غير يبقى لينا باش منعمل ما غلطش. إذا دابا عندنا واحد العامل مشترك ما بين الحدين بجوج، كيمكن لي نعمل به. إذا في الحد الأول إلا عملنا بإكس ناقص 2 غادي يبقى إكس زائد 2 هنا ناقص، وفي الحد الثاني اللي عملنا بإكس ناقص 2 كيبقى لنا العدد 1 تساوي 0. إذا إكس ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 1 هي زائد 1 تساوي 0. إذا لقينا واحد الجداء يساوي 0، يعني واحد فيهم تساوي 0. إذا إكس زائد 1 تساوي 0، أو إكس ناقص 2 تساوي 0. إذا إكس تساوي ناقص 1 أو إكس تساوي 2، وبالتالي
ناقص واحد وجوج هما حل هذه المعادلة.